اسم لامع في قطاع الأعمال حل منذ 10 أشهر على رأس الهيئة الأبرز في الاقتصاد اللبناني، لكنه قطع شوطاً بعيداً في دفع دورها نحو الضوء لتعود ركناً بارزاً من أركان صانعي القرار. برنامجه يحفل بالكثير ومسيرته بدأت بالزخم المطلوب لتحقيق إنجازات. إنه رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان ورئيس غرفة بيروت وجبل لبنان الأستاذ محمد شقير. معالي الوزير البيئة الأستاذ محمد رحال، أصحاب السعادة، أيها الحضور الكرام، قد يتساءل البعض عن سبب اهتمام الهيئات الاقتصادية بالبيئة، ولماذا غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان معنية بالمواضيع المختصة بالبيئة. إن موضوع حماية البيئة يتعلق في كل جوانب حياتنا اليومية، من الهواء الذي يتنشقه أبناؤنا إلى المنظر العام الذي نشاهده كل صباح وصولاً إلى الصناعة والتجارة التي تشكل فيها الصناعات والمنتجات الصديقة للبيئة فرصاً تجارية لو استغلت بالشكل المناسب لساهمت في تعزيز الاقتصاد وساعدت على خلق فرص عمل جديدة. وبما أن غرف التجارة تشكل صلة وصل بين القطاع الخاص والقطاع العام، فأننا ندعو القطاعين إلى اتخاذ إجراءات وخطوات تساهم في خلق وعي بيئي وتساعد على خلق صناعة بيئية تعزز النمو الاقتصادي. وفي هذا الاتجاه فأننا نشجع المصارف على إعطاء قروض ميسرة للمستهلكين الذين يرغبون بشراء سلع ومعدات صديقة للبيئة، كما ندعو المصارف إلى إعطاء قروض لدعم الصناعات التي تعتبر صديقة للبيئة وتراعي حماية البيئة. نناشد مجلس النواب والحكومة على تحديث القوانين من أجل تشجيع الاستثمار في القطاعات المتصلة بالبيئة، إضافة إلى استصدار قوانين جديدة تشدد العقوبات الجزائية والمالية على المخالفين والمستهترين بقوانين حماية البيئة. إن حماية البيئة والحفاظ على الطبيعة ليست ترفاً أو مواضيع يتحمس لها الشبان خلال دراستهم الجامعية ويخمد الاهتمام مع دخول هؤلاء معترك الحياة العملية. يجب أن نطلق حملة توعية على المستوى الوطني من أجل تثقيف المواطنين في الأمور التي تتعلق بحماية البيئة وتأثيرها على حياتنا اليومية في جميع المجالات. وفي هذا الإطار نطالب وزارة التربية بإدخال مواد تعليمية متعلقة بالبيئة على المناهج الدراسية، وذلك من ضمن المناهج التعليمية التي تتعلق بالتربية المدنية. ومع تقديري لكل الذين تناوبوا على قيادة وزارة البيئة، لا يسعني إلا أن أشيد بجهود الوزير محمد رحال الذي يعمل دون كلل من أجل إدخال مواضيع حماية البيئة على الضمير الوطني، وقد استطاع خلال فترة قصيرة من استلامه وزارة البيئة أن يحقق الكثير من الإنجازات رغم الإمكانيات المتواضعة المتوفرة إليه. وفي هذا السياق ندعوه إلى التركيز على القطاع الخاص من أجل دعم المشاريع التي تحتاج إلى تمويل غير متوفر من ضمن الميزانية العامة للدولة. وهنا باسم الهيئات الاقتصادية واتحاد غرف التجارة نعدكم يا معالي الوزير بأننا سنكون إلى جانبكم لنشكل حلفاً طبيعياً من أجل حماية البيئة. أن الحفاظ على سلامة النظم البيئية أساسي من أجل حياة أفضل. إن عودة لبنان الأخضر ليس شعاراً موسمياً، إنما واجباً وطنياً يتطلب مشاركة الجميع ليبقى لبنان وطن الماء والخضراء والشكل الحسن. وفي نهاية كلمتي
لابد أن أهنئ القيمين على هذا المؤتمر الناجح في تنظيمه والهام على صعيد الأفكار والعناوين التي ستطرح في جلساته، وأخص بالذكر هنا الإعلامية الصديقة فيولات بلعة ورئيس مجلس إدارة فيرست بروتوكول مارون بلعة، وأتمنى للمشاركين في أعمال المؤتمر النجاح في التوصل إلى توصيات تساعد في تحسين بيئتنا تماشياً مع الأهداف التي رفعتها حكومة الرئيس سعد الحريري في بيانها الوزاري في هذا المجال، وشكراً لكم جميعاً.